أهلا فيكم مجددا ببرنامج مش سحب أفلام. أنا دينا رعد يغنم. اليوم رح نركز على أسلوب مختلف من صناعة الأفلام، أفلام الرسوم المحركة أو الأنيميشن، واللي بتعتمد كتير على فن تحريك الأشياء الجامدة. من بداية التاريخ لما كان الإنسان الأول يرسم على جدران الكهوف حيوانات وعصافير وشجر، والناس عم بتفتش على أساليب وخدع بصرية تحرك فيها الصور الثابتة. ولما تم اختراع السينما انحلت المشكلة نظرياً، لكن الصور المحركة استمرت. وهون بمركز الفنون الأدائية التابع لمؤسسة نور الحسين بعمان عم بتم استخدام الدمى لحد الآن كممثلين بدل البشر، وفي مجموعة من صانعين الأفلام الأردنيين عم بيتخذوا نفس الأسلوب بالأفلام المحركة اللي عم بيعملوها. عبير سائلي واحدة منهم. عبير اختارت نوع كتير خاص من الدمى ليكونوا نجوم الفيديو كليب اللي عملته لأغنية بدوزم. مزايا العمل بالرسوم المحركة إنه الواحد مش بحاجة لا لأفلام ولا لأشرطة، والممثلين ما عمرهم بيتعبوا، وممكن إنه كله ينعمل ببلاش. لكن قديش عن جد سهل إنه الواحد يعمل هيك شيء؟ خلينا نسمع مع بعض من مخرجة بدوزم عبير سيقلي.
عبير سألي أهلا وسهلا فيكي، كيف دخلتي بمشروع بدوزم؟ أول ما رجعت من الجامعة استصعبت ألاقي شغل، جاني صديق لي ظافر وطلب مني أنه أعمل الفيديو لأغنية هو كان شاغل عليها. ما كانش عندي أي خبرة بالأفلام، بس أخذتها كفرصة لأعلم حالي، فدخلت بالموضوع وبلشت أعلم حالي على التصوير وعلى الكاميرات وبلشت أقرأ وأعمل تجارب صغيرة. إمتى إجتك هاي الفكرة؟ بتتذكري اللحظة اللي هيك نورت فيها اللمبة؟ رحت على محل سوفينيرز بوسط البلد، شفت هاللعب، ويعني أول فكرة أجت لي الغنية بدوية وشفت هاللعب البدو، صرت أفكر كيف بقدر أستخدم هدول اللعب بالفيديو. اشرحي لنا عن هاللعب هدول. اللعب هدول كانوا شوي ستاتيك، كيف أنا بدي أحركهم؟ بس مثال، كيف بدي أحرك الروس تبعهم؟ هني هيك اللعب لما شريتيهم هيك كانوا ولا أنت خليتي؟ أنا وبلشت أحرك فيهم، بدي أخلي يصير كان في تفاعل أكتر بين اللعب هدول والجمهور. بالأول بالنسبة لي كانوا لعب، بس بعدين حسيت إنه لازم يصير لهم أسامي، أبو محمد مثلاً، أم لطفي. صرت أخليه يمشي مع كل خطوة أخذ صورة، فمثلاً هاي لقطة تشك صورة، أرجع أحرك هاي وأرجع أحرك هاي تشك صورة. وإيش القصة اللي طلعت معك بالآخر؟ فيش قصة واحدة معينة، أظن الفيديو لإلي بالآخر تجربة فنية. مثلاً مشهد الكراسي ليش اخترتيه؟ نحن العرب، أنا بالنسبة لإلي كيف دائماً منحب نكون أو ناخد مركز عالي، وهذا بالنسبة لإلي شغلة غلط. بدل ما يكون في اتحاد في دائماً تحدي. هي كانت تعبير لهاي الشغلة، ما كانتش إنه والله أنا بدي أحل المشكلة، لا، بس بدي أفرجي إيش هي المشكلة. إيش من ردود الفعل اللي هيك تركت أثر بذهنك؟ فرجوا الفيلم بالكرك، الأولاد كانوا يسألوا أسئلة كتير مهمة، بس في سؤال كتير ضحكني وولد طلع حكالي هذا الفيديو تبعك أنا شو بستفيد منه؟ جاوبت وقتيها جواب، فسرت له عن البروسيس وعن كل هالقصص هاي. بعدين طلعت عليه وكان هو عم بيحكيها باستهزاء، يعني قلت له دخلك، انت بتعرف الفيديو تبع نانسي عجرم اهو نص؟ قال لي ايوه. قلت له شو بتستفيد منه؟ قال لي كثير. قلت له مثلا، والجمهور صاروا يزقفوا ويصفروا. في جورنالست سالني، قال لي او اعطى رايه، حكى انه هذا الفيديو اساءة للثقافة العربية. بالنسبة لي أنا مش إساءة للثقافة العربية، بالعكس هي وسيلة لإلي إني أفرجي العالم اللي هو العالم مش العربي، العالم الغربي، إيش هي الثقافة العربية. كيف بتلاقي إنه بدوزم بتقدر تعمل يعني توصل هالعلاقة اللي عم تحكي عنها بين الغرب والشرق وتعرف بحضارتنا؟ هي أغنية بدوية أعاد توزيعها ظافر مع دقة غربية أو أجنبية، وأظني هاي هي كانت الشغلة المهمة، إنه نحن كيف بدنا ناخد هاي الأغنية ومش بس نعملها شغلة عربية، بس نخلي كل العالم تقدر تترابط معها أو تشعر معها. ونفس الإشي الفيديو، إنه نحن كيف نقدر نعمل شغلة أو عمل مش عمل تجاري، بالعكس بدنا نعمل شغلة فنية. أنت قلتي إنه أنت بديتي وما كنتي تعرفي ولا إشي. في كتير شباب بالأردن وصبايا يمكن نفسهم كمان إنه يعملوا هيك إشي، بس خايفين لأنهم ما بيعرفوا أي إشي. إيش ممكن تحكي لهم؟ ما يخلوا العوائق توقف قدامهم. صعبة، بتاخد كتير تفكير وكتير جهد، ومرات شغلة كتير بتضايق، بس لما الواحد يشوف النتيجة كل التعب اللي مر فيه والجهد بينسى.
زي ما قلت من شوي، استخدام الدمى زي ما عملت عبير ساقلي ممكن تكون طريقة اقتصادية لحل مشكلة الحصول على ممثلين، لكن الأمر ما بيخلو من الصعوبات. مثلاً كيف بدك تخلي لعبة تضحك أو تبكي أو تصرخ؟ تستغربوا شو بيطلع بإيد العقول المبدعة لما بيمسكوا قطعة ملتينة وبيحولوها لشخصية قادرة على تعابير مختلفة. احضروا معنا هلأ نوع آخر من الرسوم المحركة بفيلم جود. Thank you.
استراحة قصيرة بنسمع بعدها من واحدة من الصبايا اللي عملت جود بالإضافة لبعض آرائكم. أهلا فيكم بالقسم الثاني من برنامج مش سحب أفلام لليوم، والمخصص لأفلام الرسوم المحركة. اللي حضر معنا فيلم جود قبل الفاصل يمكن لاحظ أنه اللعبة المستخدمة فيه كانت كتير بسيطة، إيدين كبار وإجرين كبار وعينين كبار، زيها زي الدمى الموجودة هون بمركز الفنون الأدائية بعمان. لكن جود كان بينقصها إشي كتير مهم، جود ما كان عندها تم. لما قعدت مع حنان خليل اللي عملت لعبة جود سألتها عن سبب اختفاء تمها وعن أشياء أخرى. حنان أهلا وسهلا فيكي معنا ببرنامج مش سحب أفلام، وأهلا بجود، ومتأسفين كتير أنه ألمى خصاونة شريكتك بالمشروع ما قدرت تكون معنا. مين هي جود؟ جود هي شخصية يعني مش كتير مبين إنها إذا بنت ولا ولد، بس إحنا منحب هذا الاسم. شخصية موجودة في عمان، شوارع عمان، تمشي بشوارع عمان بيعلقوا عليها الشباب وبتتضايق وبتنزعج من الأصوات، ويعني زينا. بتشبه حدا بتعرفه؟ ما بعرف، بس أنا حسيت إنها بتشبهني شوية. شو اللي خطر ببالكم تعملوا هذا الفيلم؟ احنا اول شيء كنا عم ناخذ دوره مع جماعه جايين يمرنونا عن البيبر كات انيميشن، يعني بالورق بنعمل قصه عشان يعني نلفلف على المدارس ونفرجيهم كيف بيقدروا يشتغلوا هاي الشغله. هناك تعرفنا على بعض انا وألما، واكتشفنا انه ممكن كمان نعمل انيميشن بالمعجونه، واكتشفنا انه مش هالقد صعب اذا احنا يعني فكرنا بقصه. يعني فكرتنا أنا وألما إنه إن شاء الله حدا يعني يشوفوا إيش عم بصير، العجقة والكذا والإعلانات، ويعني زمان كانوا يعملوا، كانوا كل ما كان الإعلان كبير كل ما المحل اللي عم بيحط الإعلان يدفع أكتر. هلأ بطل في مشكلة، قد ما تكبر كبر، فحدا لازم يقول لا، يعني حدا لازم يقول بلاش نقيم هاي مثلا هاي المنطقة خضرة ولا اشي هيك ونحط محلها اعلانات. حدا لازم يقول انه هون مثلا هاي المنطقة اتركوها مثلا تكون خضرة. وين تمها لجود؟ ليش ما قالها تم؟ جود ما قالها تم لانه هي مش قادر تعمل اشي تجاه هذا الموضوع، التلوث البصري، الارمات الكبيرة اللي عم تطلع بتزيد كل مالها اكتر واكتر، السيارات كتير، العجقة، فما عم تقدر تحكي شيء بالموضوع يعني. بس انتو حكيتوا عنها يعني هلا احنا يعني زي كيف موضوع اللي بيجي قبل الاخبار النو كومنت، يعني قبل الاخبار بيجي عندك اشي عم بيصير في العالم وما في ضرورة انه الواحد يحكي فيه، مرات الحكي ما له داعي يعني. احكي لنا عن الرسم، المدينة اللي هي موجودة فيها كيف عملتوها؟ كتير لفلفنا يعني شارع الجاردنز بالصوفية عبدون، كل محل فيه عجقة، وخاصة بالصيف كانت زايدة العجقة، فصورنا بالكاميرا وبعدين عملنا الكولاج هذا، وخلينا يطلع أكتر يصير زي ثلاث أبعاد على أساس كيف جاي على المشاهد يعني هاجم عليه.
وين المكان اللي هربت له جود؟ أي مكان ممكن تروح له، يعني فيه الواحد يروح مثلاً على مكان تاني عشان يرجع يرتاح، لأنه إحنا عايشين زي كأنه بمصنع. أوكي العجقة حوالينا، الأصوات الكذا هاي إلا تأثر علينا، يعني بتلاقي الناس سايقين وهن معصبين، يعني إحنا عم بدخل علينا أشياء وإحنا مش ملاحظين. تلفزيون نفتحه بيجي موسيقى الضوضاء اللي بطل الواحد يعني ملاحظ على حاله انه هو عم يسوي في حاله هيك. الواحد عشان يقدر يتواصل مع نفسه ومع راحته لازم يحاول يلاقي طريقه انه يهرب من هاي العجقه عشان يروق شوي بطل معصبين. كان في صعوبات للشغل مع جود؟ كتير، لانه كان صيف الدنيا وكان عندنا بروجكترات واحنا عم نشتغل باستوديو، يعني ضلت تدوب تقصر مثلا يتغير شكلها نضل نحطها في الثلاجة، فكانت مشكلة. بعدين هلا عشان ترمش جود لازم تقيمي عينها وتصوري وترجع تحطيها وتصوري، فمرات تلزق العين نرجع نعمل عين تانية وهيك، فما كان سهل يعني نقعد ساعات عشان بس انها تمشي من هون لهون. رأيك فيه بالمستقبل رح يكون توجه اكبر للرسوم المتحركة؟ طبعا، وكمان هلا الناس عم بتحاول انها يعني تتطور هالقد بالانيميشن انها تصير تقدر تعمل انسان تقريبا حي. اوكي فالاتجاه صار انه انيميشن، لانه كمان انا كتير بدي اعمل مثلا اشياء ما بتخيلها الواحد، فصار السبيشال افكتس البروجرامز اللي صارت تطلع وصار اسهل واسهل، يعني الواحد بيقدر يعمل ببيته صار فيلم. ممكن الكبار يشوفوا لعبة مع من الملتينة ويقولوا يي هذا فيلم للصغار، صار معك هيك شيء؟ لا الصراحة، هلا الناس بتحب، يعني الكبار بحسهم كمان يعني بتجاوبوا، يعني أنا بتذكر أيامات إحنا صغار أو لسه لهلا يعني بنحضر توم أنجيري مع الكبار بالعكس. شو بتنصحي الشباب والصبايا اللي حابين يجربوا الأنيميشن؟ بنصح إنه الواحد يكون واثق من حاله ويدور على الأشياء بالإشي اللي موجود حواليه، يعني إحنا بلد غنية كتير، يعني في عنا كتير مصادر، يعني لما بنطلع مثلا نتفرج حوالينا من بيتنا مش شرط برضو من عمان بنشوف الكاركتر اللي موجوده في الاشياء، يعني كل إشي فيه حياه بهالبلد، مثلا الجبال كانها متحركه، الالوان الحلوه، يعني في شغله هيك بحس موجوده انه الناس ما عم بتقدر الإشي اللي احنا عنا اياه، بتطلعوا لبرا، وانا حاسه انه ما في داعي انه احنا نشوف برا، احنا عنا كثير اشياء. اللي بيتردد منكم على صالات السينما يمكن صار شايف كتير من أفلام الرسوم المتحركة اللي بتنتجها شركات إنتاج ضخمة زي استوديوهات والت ديزني بهوليوود، واللي بتعتمد كتير على تقنيات فنية متقدمة ومعقدة. لكن قبل ما نوصل هوليوود بهمنا نعرف شو رأي الناس بالأردن بالأفلام اللي عرضناها اليوم، والأفلام هاي مع إنها يمكن ما استخدمت تقنيات فنية متقدمة ومعقدة زي اللي بيستخدموها بهوليوود، إلا إنها استخدمت كم هائل من الخيال والإبداع. خلينا مع بعض نسمع هلأ شو قال عنها الشارع الأردني. بحب يصير فيلم أردني بس مش بهذه الصورة. الفيلم يعني مش كتير عجبني، حاولت إنها تحيي تراث بطريقة شبابية وهي رائعة جدا، والدمى اللي شفناه يعني بتمثل البدوي، هذه مال مش كويسة، يعني لا يمثل واقع البادية اللي احنا حاليا عايشين فيه. من زمان كتير، من أنا وصغير كنت حابب أعمل إشي بهاي الأغنية، وعبير بعرفها
كمهندسة وكأزن أركيتكت وشفت كتير من لوحاتها من قبل، فكنت عارف إنه عندها كواليتيز كافية إنها تعمل فيديو حلو. جمال خليف دورنا إحنا بالأردن على ناس يغنوا الشغلة هاي، هو كان من أشهر الناس. في كتير ناس لما يسمعوا الأغنية بيحكوا شو اللي عملته بالتراث وما بصير هيك بس نفس الزلم اللي غنى الأغنية بالعكس انبسط عليها كتير. موسيقى مع درام مع طبل وربابة. هلأ صايرة مودة كل إشي يعني نعمل له ريميكس. الجيل الجديد يمكن ما يتقبل أي فكرة عن ماضينا من أي ناس كبار، ما بتستبعد إنه الأغاني الشعبية تصير كمان لها ريميكس. مش مقبولة لمجتمعنا اللي إحنا فيه. يعني هم حقهم يزعلوا ممكن على الموضوع عشان هم أقرب للموسيقى هاي مني أنا. يعني أنا فرجيته لكتير من البدو شفته معاهم، وفي منهم كان ناس حبوه وناس ما حبوه، وبعتقد الشغلة شغلة ذوق يعني زي أي أغنية. يعني إحنا عملناها كتجربة ممكن نوصل فيها لصيغة نهائية نعمل التراث تبعنا أسهل وصولا للحضارات التانية، فبنطلب بس منهم إنهم يستنوا علينا شوي بلكي بنطلع بشغلات أحسن وأحسن. ما تغير فيها كتير، وأول ما تسمعها راسل احتعرف إنها أغنية شعبية أردنية. اللي لفت نظري فعلا انه كيف انا بقدر ادمج يمكن العاب صغيره مع واقع، يعني ممكن اني امثل واقع بس بشكل بسيط. بالنسبه للعب الخشبيه هذه ما هي مقبوله. حلو تمثيل البدو بالعاب خشبيه بالبتره بجرش بهيك، دائما عاملين دمى صغار. طبعا هاي مش بداوه، لان هاي ترمز لثقافة. حلو تعرف انه في ناس اردنية بيقدروا عندهم حس ابداع وبيقدروا يعملوا كتير اشياء. اما هذه شغلة الكرتون منيحة للاطفال ولكن مش زي ما الحقيقي يعني الناس. والله الفيلم جيد وممتاز نوعا ما، يعني بحتاج للانسان انه يفهمه. حسيت انه لازم الواحد يحضره اكثر مرة عشان يفهمه. ضوضاء عندي مشكلة رئيسية كوني بعيش في حي شعبي وبيتي بيشرف على شارع رئيسي. يعني حياتنا كلها كتير ضوضاء في عمان، وين ما تروح ضوضاء، بالشارع ضوضاء، بالشغل، مرات حتى في البيت بين أهلك وبالناس. ترجع البيت بدك ترتاح تلاقي ناس عمالة بتحكي معك وفوضى. وتعاملنا يعني مع الطريق ومع السيارات يعني طبيعة عملنا كلها ضوضاء وكلها إزعاجات وكلها تلوث. نسبة السيارات نسبة عالية، الشارع بصيدين بتلاحظ انه 4 صيدات السيارات ماخذات، فان حتى انه بتصور بدهم يعتدوا على الارصفة. طبعا بمر عفوان بمر بالاشياء هذه، الازمة، حركة الناس، السيارات. طبعا الواحد ما بخلص شغله مع الفعل انه الحياة هذه صعبة. هو انا مش هقول لك فهمته كله، بس اللي فهمته انه تريفلكس، حسيت انه تريفلكس المواطن الاردني كيف تعبان من الحياة، كيف انه تعبان من الروتين، بتطلب منا ان نتكيف مع اللي احنا موجودين معه، وهذا واجبنا طبعا. حتى يعني فكره الريف وارده عني اني اهرب للريف، يعني اني من المعارضين لابناء المدينه بالهجره العكسيه من المدينه الى القريه، لانه صعب خلال يوم وليله بانه يتاقلموا في هذا الجو، فرايحه تفسد القريه وما حولها، ليس باشخاصهم ولكن بالاعمال اللي رايحين يقوموا فيها. وشكرا. هيك منكون وصلنا لآخر حلقة اليوم من برنامج مش سحب أفلام اللي عم نقدمها من مركز الفنون الأدائية بعمان. تذكروا إنه إحنا دايماً منحب نسمع منكم ونعرف رأيكم بالأفلام اللي حضرتوها وبالبرنامج بشكل عام. بعتولنا إيميل على aflam@film.show. بتأمل إنه حلقة اليوم تكون شجعتكم وألهمتكم إنكم تجربوا تعملوا شيء بالرسوم المحركة. ما عليكم غير إنكم تخلوا خيالكم ياخدكم لبعيد، بس لا تنسوا تخلوه يرجعكم لتلاقونا هون الأسبوع القادم بنفس الوقت ونفس المكان. من هون لوقتها إلكم مني سلام الأفلام.